الدقيقة الأولى في المباراة، لاسيز مونديلو والمساعد الثاني. هنا الانطلاقة، انطلاقة لقاء صقور المستقبل للفريق الأخضر أمام ريال مدريد. 11 لدي الكرة فريد حسين في المرور، ممتاز، تخطى لاعبين، كانت الكرة ما زالت مع فريد. فريد يحاول في الكرة والمهارة، ممتاز فريد. وهم صقور المستقبل في هذا اللقاء، قبل هذا اللقاء كان لقاء صقور المستقبل للفريق الأخضر، والمحاولة الآن. كرة تلعب إلى فريد حسين في المهارة في المرور، ولكن إلى خارج أرضية الملعب. تلعب الكرة في التنفيذ والتسديد. تجارب أداء في أوروبا، التجارب الأداء للاعبي صقور المستقبل أعداد كبيرة جدا. ولعب الكرة في الطرف اليسار الجيد. هنا الكرة تعود إلى ستة في التحضير، هذا هو نواف البخيت. والكرة مباراة ما زال حتى وهو يخسر. هنا الكرة في الانطلاق، المحسن إلى فريد. فريد لن نعم في المهارة، ممتاز. ابتعاث السعودي لمواهب كرة القدم ولتطوير المواهب في كرة القدم. هنا فريد حسين في التمريرة البينية، باص عيون. كرة تلعب لصالح فريد حسين، لاعب ولكن ما زالت الكرة. هذا روبرتو، كانت لصالح ريال مدريد والنتيجة مهمة بالتأكيد، ولكن نحن نتطلع أيضا بأن نشاهد نجوما تكون لهم الجرأة والأسبقية. ولكن صقور المستقبل وللاعب نادر السعيد في اللحظات الأخيرة، كنترول كان ممتاز في التقدم، لكن الكرة في متوسط الميدان. فريد في محاولة التمرير في رابعا صقور المستقبل الفريق الأخضر، خامسا وسادسا صقور المستقبل الأبيض. ولكن نحن الحديث عن هذه المجموعة، المجموعة الثانية، والمجموعة الثانية بالتأكيد يعني صقور المستقبل الفريق الأخضر ثانيا حتى الآن. ولكن الوصافة إن خسر اليوم أمام ريال مدريد، ونتمنى أن تكون تعديل الكفة الآن. والسقوط ما هو هذا هو السقوط. هل كانت لمسة اليد اليسرى لإيليا اللاعب العملاق؟ أعتقد